ونهاية محطاتنا لليوم، بلشنا بالاستعدادات والأهالي بلشت تهيئ أطفالها للعودة للمدارس. قد عم نشوف اليوم على السوشيال ميديا المعلمين أكلين هم الطلاب، والأهالي مبسوطين اليوم بروحة الطلاب والطلاب واعدين الطلاب، بس هم يجيبوا الشنطة الجديدة والأغراض الجديدة للمدرسة. يعني هيك هلأ عجقة اليوم بين الأهالي والطلاب، وحتى التحضيرات يعني طبعا ما سهلة، يعني وخصوصا الفئات العمرية. لما نحكي عن التحضيرات بيضل دائما الأنظار للطفل اللي رايح أول مرة على المدرسة. اليوم مو بس التحضيرات المادية عم نحكي عليها، عم نحكي عن التحضير النفسي للأطفال بعد هذا الانقطاع. نحن كيف اليوم قادرين نهيئهم ليرجعوا بأول يوم، وخاصة مثل ما قلتي الطفل يلي عنده اليوم الأول يلي نحن أكيد ما بينمحى من ذاكرة حدا فينا. صحيح. يعني قد إيه بكيتي؟ أنا ما بكيت، لا مهم ما دخلها. طيب حنحكي اليوم اكثر كيف نحن قادرين نهيئ هدول الاطفال ليكون يومهم سوي بشكل نفسي، وتنهار لحالهم يحبوا الرجعه على المدرسه. طبعا معلومات كثير مهمه حتخبرنا عنها الاختصاصيه التربويه روبا ناصر. يسعد صباحك. يسعد صباحك. مبسوطه برجعه المدارس؟ كثير مبسوطين نحن. طبعا كلياتنا مبسوطين، بالنهايه نحن بدنا نرجع على الالتزام، بدنا نرجع على الاجتهاد على الجد. حتى لو الاطفال مو حابين كثير الالتزام او الاجتهاد، او هن بدهم يخلصوا الواجبات مشان بقى يصير عندهم وقت فراغ، بس بالنهايه هذا الجو الاجتماعي والتفاعل بينهم وبين اصدقائهم كثير متشوقين عليه. يعني انا شايفه كذا حدا انه انا بدي اشتري كذا، انا كاتبه ليستا للماما، انا يعني في تحضيرات. حتى الصبيان يعني انا عم استغرب انه في صبيان عندهم دافعيه، يعني في الحمد لله في دافعيه للدراسه، في دافعيه لحب المدرسه، وهلا كثره الانشطه كثير المدرسيه عمليه استمراريه بالنهايه، يعني شئنا ام ابينا اكيد يعني طبعا. وهلا كثير الانشطه اللي عم تصير بالمدرسه والفعاليات كثير عم تحبب التلاميذ، يعني صار في شيء دافعي. يعني انا رايح على المدرسه مو بس عندي بس دروس ولوح سبوره يعني وكتابه، ولا كثير كان في اهتمامات ثانيه كثير حببت الاطفال، فهذا الشيء يعني ممتاز بالمجال التربوي عندنا اكيد. روبا خلينا نحكي اليوم عن استعدادات اليوم الروضه لاستقبال هدول الطلاب، كيف بتكون لما نحكي كنا عم نحكي عن الطفل اللي رايح اول مره على الحضانه، مثل هيك فينا نسميه اللقاء العاطفي الاول اليوم على المدرسه، فكيف راح يكون؟ هلا عمليا نحن ما فينا نقول له للطفل بكره عندك اول يوم روضه وناخده على الروضه مباشره، تمام. ولكن نحن قبل دائما نحن بنعمل تهيئه نفسيه للطفل قبل اي تهيئه ثانيه. التهيئه النفسيه يعني انا اذا بعرف انه ابني بكره عنده اول يوم روضه، دائما بدي قبل بشهر بدي اخذه من ناحيه الروضه مرتين ثلاثه، بدي ورجيه صور الروضه. طبعا اكثر شيء انا بدي احكي له عليه قديش نحن بدنا ننبسط هنيك، قديش هو المكان مريح، قديش هي المسحه حلوه، حتشوف رفقات جداد. حتى بصير بالاتفاق بيني وبين مديره الروضه انه انا معلي اخذه هيك زيارتين ويكونوا المسات بالروضه لحتى يشوف قد ايه الجو حلو، قديش هي الانسانه اللي رح يتفاعل معها لمدى عام كامل، قديش في كيمياء بينه وبينها، قديش هي رح تقدم له حب وحنان وتعوضه عني، تمام. فعمليا اليوم الاول بالروضه بقى هو بيقع على عاتق الروضه، قديش في تحضيرات بعد التحضيرات النفسيه تبعنا للاهل بيجي التحضيرات تبع الروضه، يعني قديش نحن كمديرين او ميستات يعني بنفس بالمجال التربوي بالروضه، نحن بده يكون اليوم الاول مميز، سواء بالزينه، سواء بالتحضيرات الهدايا البسيطه، سواء بطريقه توزيع الكتب. يعني نحن بالروضه ما فينا نكون مثل تلاميذ الصف الاول، تلاميذ الصف الاول انه بيعطوا الكتب، نحن بالروضه دائما نعمل زينه معينه مع البالون، مع شكل الفراشه او شكل القلب، مع اي كادو صغير بيعبر عن شيء كبير، لانه الطفل بالنهايه هو بيعني الشيء اللي بيلفته اللي بيحبه. يمكن يكون شيء ملون وبسيط، يمكن تكون هي عباره عن فراشه مزينه بمصاصه. صحيح. هو ما بتعني المصاصه بس لانه من المس، ولانه باول يوم بالروضه وقت يشوف كل شيء مزين وكل شيء حلو مع قطعه كيك، كاسه عصير، وهذا التفاعل بينه وبين رفقاته قديش رح يحبه، رح يكون عنده دافع فيه ثاني يوم ما يعذب الماما، لانه نحن اكثر فوبيا عندنا هو اليوم الاول. شو رده الفعل لطفل رح ينفصل عن امه اليوم ويكون لحاله مع ناس غرباء اول مره بيشوفهم، يعني عمليا هو ما بيعرف كل شيء فيه بالروضه، حتى لو كانوا من الوسط الاجتماعي تبعه، ما بيعرفهم كلياتهم، يعني بالروضه بيكون في اشخاص كثار ومن كذا منطقه ومن كذا بيئه، فهذا التفاعل كلياته رح يتم بيوم واحد، فنحن بنضيع اول يومين بالروضه ما بين الاحتفالات
ونعمل باكي استقبال وفينا نحضر معكم؟ اي طبعا، واكيد بنعمل شويه ميوزك مع شويه رقصه تفاعليه. المس قديش بتحبب الطفل بهذا الجو؟ في حال يعني رغم هاي الاجواء الاحتفاليه والجهود اليوم اللي عم تكون سواء من الاهل او الحضانه لاستقبال هذا الطفل، الطفل ما انسجم لسبب ما وطلع باول يوم بانطباع، صار يبكي انطباع سيء، كيف بدهم يتعاملوا بقى مع هذا الطفل؟ كيف بدهم يغيروا هذا الانطباع؟ هلا بالمجمل انا كأم رح احكي على حالي كأم، بعدين بنحكي على الروضه. هلا الام دائما بدها ما تضعف، لانه اي طفل بيعمل رده فعل هو بيشوف بقى الماما رح تضعف وتقول لي خلص اقعد بالبيت بلا هالروضة، ولا رح تقول الماما لا نحن علينا واجب انه ندرس، ونحن اذا ما رحنا على الروضة عمليا ما رح نكبر، ما رح نتعلم، وما رح نصير بنعرف، ورفقاتنا رح يسبقونا. فهون بصير عنده للطفل دافع انه انا امي ما استسلمت، طيب بنجي بقى على الروضة. اكيد اي انسه واي تربويه بالعالم وين ما كانت هي قادره تتعامل مع اي طفل، هي نوبه غضب ورده فعل للانفصال قلناها قبل. هاي نوبة الغضب دائما انا بدي اتماشى معها بحنان وبطريقه سلسه لحتى الطفل يحس بالامان معي. انا كانسه بروضه بدي احتضن الطفل وروقه، قعده بسقيه كاسه مي كاسه عصير، نروق شوي، باخده على ركن الالعاب، يلا نلعب شوي، بدي تقرب منه قدر الامكان لحتى يحس خلاص انه هو هدي. الطفل عمليا هو عم يعمل ثوره غضبيه ما بتشنش. لحتى يحس بالامان، يعني يمكن هو بده لسه عاطفه اكثر، لهيك هو قام بهي رده الفعل. طيب ربا انت مع هي الحركه انه تقولي للام روحي انت ما عليكي، وهو بيكون بحاله غضب وبكاء كثير شديد، يعني ممكن يكون ماسك بايد امه وانت ماسكتيه بالطرف الثاني، يعني هو بده امه وانت عم تاخذيه لعندك. شفنا كثير ميسات راحوا بهي القصه انه يقولوا له روحي انت ما عليكي ويسحبوا الطفل لجوا. هلا انا دائما اول يومين بسمح للام بس تكون موجوده اذا كان الطفل جدا 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 مدلل، يعني هذا بتوقف عليه على شخصيه الطفل. هلا في عندك طفل وحيد ومدلل وبيت جده يمكن يجي العيله كلها معه، بس المهم لا يبكي. فانت بدك بس ما يعجبه الجو هون مشكله. هلا نحن علينا هي القصه، يعني نحن لازم نهيئ هذا الجو كانسات وكتربويات وكنظام روضه، تمام؟ ولكن انا مو مع ضعف الام، يعني نحن ممكن نسمح لها بنصف ساعه لحتى يحس بالامان معنا بعدين تغيب. تغيب ساعتين مو دوام كامل، ليش؟ لحتى ما يحس انه كذبنا عليه، نحن رح نقول له مثلا امتى ما طلب الماما، بدي اقول لها مثلا انت خليكي خارج سور الروضه وانا بحاكيكي اذا طلبك، مشان شو يعتمد اني انا صادقه معه بالدرجه الاولى. وفعلا صارت وتعود، يعني اول يوم ساعه، ثاني يوم ساعتين، ثالث يوم ثلاث ساعات، بعدين اخذنا يوم حتى المس بتصير بحياه الطفل الاولى على فكره، يعني عن طبعاً تجربه حتى الكلام اللي بتقوله المس ينفذ خلاص، يعني تهديدات بقول للمس فورا الاوامر بقى وقتها بتتنفذ. عن جد الطفل كثير بيستجيب معه، يعني هي الحاله كثير اطفال بنشوفهم تغير سلوكهم تماما، يعني لما يصير عندهم شعور انه المس رح تعرف اكثر من سلطه الام. قديش ما هي الشخصيه التربويه ايجابيه حتى اثرت ايجابا على الطفل، حتى صارت بتمون عليه اكثر من امه وابوه واي حدا. حتى روبا اليوم عم نشوف اطفال كنا عم نحكي عندهم صعوبه تعلم، اسا الاحرف ما جاهزه عندهم ليتهيئوا للمدارس باول سنه، وعم نشوف اليوم المدرسه عم تعول جدا على الروضه، ان كان بالتدريب ان كان بصعوبات التعلم. فقد ايه اليوم نحن مفروض يكون ضمن الروضه مس خاصه صعوبات التعلم؟ طبعا مجال التربية الخاصة مهم جدا، لأنه أغلب الأطفال بمرحلة الروضة بيوقعوا بأخطاء هي بتمهد لصعوبات التعلم إن ما تصححت بالمرحلة الأولى. يعني مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة تمهيدية للمرحلة الأساسية، تمام؟ أنا وقت بدي أقول ابني عم يكتب الحرف بالمقلوب أو عم يحذف النقاط أو ما عم يقدر يقرأ المدود، يعني صعوبات قراءة أو صعوبات كتابة، أنا المس يلي بتكون مسؤولة بالتربية الخاصة بتصلح هي الامور وفق مقاييس معينه تربويه بحته جدا. يمكن اي انسه عاديه، يمكن اختصاص رياض اطفال او فروع التربيه بكافه اختصاصاتها هي مياله شوي لمعالجه الصعوبات، ولكن مو كمس التربيه الخاصه. فانا دائما بعقب انه انسه التربيه الخاصه كثير تدقق على هي المنظومات. نحن كتربيه خاصه اي معوق، مو بس صعوبات تعلم، صعوبات النطق كمان تعزى الى صعوبات التعلم، لانه يمكن انا اللفظ ما يطلع معي سليم، ما يقدر الطفل يصير عنده صعوبه بالقراءه كمان. يعني انا بدي اسس طفل نفسيا جسديا تربويا سلوكيا
بيرفكت صحيح. فانا لحتى هيئه لمرحله المدرسه بدها تكون المرحله ما قبل المدرسيه، مرحله رياض اطفال الطفوله المبكره، هي سليمه 100%. فانا باكد تماما على اي خطا بمرحله رياض اطفال يتم معالجته حتى نطلع على المرحله الاساسيه الاولى. تمام. هلا رياض الاطفال مو هو بس في يمكن الكي جي 1، هو نحن اول حدا حيفوت في استاد الكي جي 2 ويمكن 3. خلينا نحكي اليوم كيف كمان هدول بدنا نهيئهم نفسيا ليرجعوا للمدرسه. طبعا هلا هن عندهم تجربه مسبقه حتى يعني عندهم بقى تلهف للمدرسه، لانه بتلاقي طفل في الكي جي 3 بيقول لك انا سنتي الجاي اول. هن برايهم انه المدرسه بناء كبير كثير وصفوف كثير يعني عندهم تجربه، يعني عفوا مو تجربه، صوره مسبقه الطفل شاطر بالخيال جدا، كان رايح على الجامعه قد ايه حيفرق الجو، انه هو يا لطيف، انه يا الله الاكاديميه اللي انا حفوت عليها. فانا دائما اطفال الكي جي 3 بيصعقوني وقت بيقولوا لي انا سنتي الجاي اول، انه انا رايح على شيء كبير كثير، يا الهي انت ما بتعرفي. بقول له انا برافو، برافو عليك، انت بتعرف انه رايح على الصف الاول. هن عمليا عندهم تجربه مسبقه برياض الاطفال، نحن ما رح نعاني باليوم الاول ابدا، ودائما صافي تهيئ نفسي للقصه. يعني انسات الصف الاول ما عم يفرقوا كثير عن تحضيرات الاطفال الروضه، صدقا ما عندي صديقه انسه صف اول الا وعندها تحضيرات كما كانك فايتي على روضه خاصه. بس يمكن بتختلف اليوم، حيفرق الجو عليه بموضوع النشاطات اللي هي كثير مهمه لبناء طبعاً. ان كان الجسد، ان كان العقل، ان كان الحركه والطاقه، يعني كثير مهم. نحن ما نروح بس لموضوع التدريس ضمن الروضات، يكون في نشاطات العاب، يمكن هذا الجو كثير مهم لإله. قد ايه اليوم هاي القصه بتثقل شخصيته للطفل؟ جدا. يعني نحن اي شيء جسمي صار عند الطفل واي مهاره حركيه اكتسبها، هو اكتسبها بمرحله رياض الاطفال. يعني نحن وقت بدنا نستخدم منهج ما معين بمرحله رياض الاطفال ونطبقه على الطفل، اي انا معلومه مجرده بدي اعلمها للطفل بدي ارفقها بنشاط حسي. هذا النشاط الحسي مثلا نعطي مثال المونتيسوري، قديش مهم اي نشاط انا بعمله برفقه باداه المونتيسوري اللي بده يطبق عليها الطفل بشكل عملي، قديش هي نمت عنده الشغله وصار عنده تغذيه راجعه، ما هو اخذها بشكل مجرد بعدين نفذها بشكل حسي، قديش ترسخت عنده لانه هو اشتغل بحواسه كلياتها. اذا انا عم اعطي مفهوم الجمع، مفهوم رياضي، انا بدي اقول له 2 و3 بدي اجيب له انا شيء وعبر له فيه انه 3 كاسات وكاستين وعمل بايديه وهيك، هو رح يروح يشرح للماما اليوم اخذنا هذا المفهوم، لانه هو عمليا عمله. اي شيء بيعمله الطفل لا ينسى، يعني صح. اي شيء نحن بنستخدمه وبنستخدم فيه حواسنا، انا استخدمت النظر والسمع والتكلم واللمس، كل حواسي اشتغلت تمام، فهذا الطفل ترسخت عنده المعلومات وصارت عنده تغذيه راجعه، وبنفس الوقت هو صار جاهز للالقاء. يعني هو اي حدا بيساله اليوم شو اخذ بيقول له انا اليوم عملت كذا واخذنا كذا وطبقت بكذا. نعم. يعني بالختام نتشكر وجودك معنا الاختصاصيه التربويه روبا ناصر لكل المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها. شكرا روبا لحضورك اليوم، ونتمنى لكم سنه تكون هيك خفيفه ويكون العبء على الاهالي. يعني نحن شفنا الوضع كيف، خاصه اللي عنده اكثر من طفل، فاليوم الاهالي بحاجه للتهيئه كمان. يعني بتمنى لكم النجاح والاستمراريه على طول. شكرا روبا حبيبه قلبي كلك. يا هلا. شكرا. نحن